هينداي كونا 2024 الشكل الجديد تغير جذري على مستوى التصميم الداخلي والخارجي. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة الناغي وكيا سيارات هينداي بالمملكة، نستعرض مع بعض هينداي كونا 2024 الشكل الجديد تغير جذري على مستوى التصميم الداخلي والخارجي. بشكل سريع قبل ما نبدأ هذه التغطية ونتكلم عن تجهيزاتها ومواصفاتها، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغونها نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك كل الروابط بخانة الوصف، وراح تلقون بأول رابط تفاصيل عن السيارة بشكل كامل. لاحظنا طبعا تغير جذري على مستوى التصميم الخارجي بشكل كامل، فبنشوفها بشكل سريع. أول حاجة نلاحظها طبعا نلاحظ الإضاءات اللي هي في الأمام، نفس الإضاءات اللي صارت على هينداي أكسنت 2024 وصارت برضو على هينداي ستاريا بتصميم كذا هادي ورايق في الواجهة الأمامية بشكل كامل، إضاءة متصلة طبعا ما شاء الله. تقول سيارة فضائية، حساسات أمامية أكيد موجودة عندنا هنا، الإضاءات طبعا بالجزء السفلي، الإضاءات بالجزء السفلي عندنا هنا جنوط كروم، طبعا الجنط جاي باللون الفضي. السيارة عليها بشكل كامل إطار مثل ما نلاحظ، طبعا إطار من البلاستيك حماية للسيارة للجزء السفلي بشكل كامل. عندنا مرايات مدمجة بالأبواب تعطيك انسيابية أكثر مع إشارة انعطاف طبعا المعذرة. عندنا إضاءات المرايات مدمجة بالنوافذ تعطيك رؤية أفضل، طبعا من ناحية الرؤية تعطيك رؤية أفضل، فيها إشارات انعطاف، وعندنا برضو المقابض بلون السيارة، وعندنا دخول ذكي، وعندنا عوارض بالسقف أكيد، وزعنفه موجودة بالخلف، وعندنا جناح خلفي، إضاءات خلفية LED طبعا خاصة بصمة الهايبريد نلاحظها بهذا الجزء، مع حساسات خلفية، إضاءات خلفية طبعا بشكل كامل، وكشاف كشاف ضباب بالجزء السفلي. وهذه السيارة، رأيكم بتصميم الخارج للسيارة كأبعاد؟ طبعا من النظرة الأولى تعرف أن السيارة صارت أطول من الموديل السابق، وهذه السيارة بشكل كامل. نجي للجزء الداخلي ونشوفها مع بعض بشكل سريع. قبل ما نتكلم عن الجزء الداخلي وتجهيزاته، نتكلم عن المحرك الهجين. نتكلم هنا عن محرك 4 اسطوانات 1600 سي سي هايبريد. طبعا الأحصنة فيها نتكلم بالتحديد عن 141 حصان. استهلاكها بالبنزين بنتكلم عن كل لتر بنزين تمشينا بالسيارة 26.9. التقييم ممتاز بلس، بنزين 91، دفع أمامي 2024، أوتوماتيك 1600 سي سي. هذه إمكانيات السيارة بشكل كامل. سعة خزان وقود تقريبا نتكلم عن 45 لتر كسعة خزان وقود. وهذه السيارة فيها بطانة داخلية، طبعا هذه بطانة تقلل من الأصوات اللي خارج من المحرك للمقصورة الداخلية كنوع من أنواع العزل، وعندها برضه هناك مثل ما نلاحظ بشكل كامل هذه المساعدات، حاجة جميلة. طبعا سيارات كثيرة صارت تنزل بدون مساعدات، لكن هينداي كونا صارت تنزل بمساعدات، فمن ضمنها حاجات الحلوة اللي موجودة بالسيارة. أعرف سيارات كثيرة 2023 و24 كسيارة ما شاء الله قيمتها 170 و180 ألف، لكن لازلنا نشوفها بمساعدات عصا لتثبيت غطى المحرك، فحاجة جميلة من هينداي كونا. نجي للمقصورة الداخلية، أول حاجة نلاحظها بالداخلية هذه هي بشكل كامل، النوافذ كلها كهربائية، عندنا هنا مساحة تخزين، مقابض داخلية طبعا هنا بلاستيك ما هي كروم، هذا الجزء كله بلاستيك طبعا مثل ما نلاحظ، كل هذا الأجزاء بلاستيك، مراتب فيها أرباقات، تكاية بالوسط مثبت لمطبط الأطفال أو الإيزوفيكس، وعندنا طبعا كمان بإمكاننا نطوي المرتبة بكل بساطة إذا سحبنا بهذه الطريقة، عندنا في فتحات تكييف بالخلف، وفي منفذ USB أكيد للشحن. نجي لهنا، إضاءات خلفية هيلوجين، هنا عندنا مساحة تخزين، هنا مثل ما نلاحظ الاستبنة بالأسفل ك
كاميرا خلفية. ونجي لهنا. طبعا نلاحظ في هذا الجزء نلاحظ بشكل كامل فتحة التكييف ومثبت المطبخ الأطفال أو الأيزوفيكس، الدخول الذكي. المفترض أن يكون باللمس كان أجمل. هنا طبعا مثل ما نلاحظ مساحة تخزين، تحكم بالمرتبة طبعا كهرباء يدوي بالنسبة للسائق وللراكب. هنا النوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية كروم. وهذه التجهيزات بشكل كامل من ناحية التجهيزات الداخلية. نشوفها الحين من ناحية السائق وبشكل سريع، بعد كذا نشوف لكم الايتين طبعا. وهذه ما شاء الله تحكم بمقعدة كهربائي بشكل كامل. نلاحظ نفس نمط الجير بهنداي زيرا جاي بهذا الجزء، كله بالتحريك بهذه الطريقة. عندنا هنا درايف مود، اوتو هولد، تشغيل الكاميرا والحساسات، وهنا طبعا شاحن لاسلكي، وعندنا برضو اللي هو المنفذ تايب سي. حاملة اكواب هنا موجودة بهذه الطريقة، تستغل المساحة بشكل كامل. ما شاء الله حاجة جميلة في هنداي كونا. هذه مساحة تخزين. هنا مثبت السرعة، تحكم بعدد الرحلات، أوامر صوتية، تحكم بالميديا. وهذه السيارة خلنا نشوفها الحين. هنا التحكم بالإنارة. ما شاء الله حتى الدركسون بتصميم جميل. في الدركسون طبعا ما عاد نشوف شعار هنداي هنا. طبعا تلاحظون ما في شعار هنداي. ما شاء الله. حرف ال H. إضاءات كلها LED. هنا مناخ منفصل ما بين السائق والراكب. وهنا عندنا تشغيل السيارة بالبصمة، التحكم بالميديا بشكل كامل. ملاحظين طبعا شاشة بالكونسول الوسطي وعدد الرحلات كلها شاشة كاملة. والله ما شاء الله السيارة مليئة بالمواصفات. غير جير اف 1 خلف الدركسون، الدركسون طبعا بوضعية طبعا نشوفها ما شاء الله تلسكوبية، صارت افضل من الموديل السابق بكثير. تلسكوبية طبعا ما شاء الله. عندنا هنا بريك الكتروني، عندنا هنا البطارية، وعندنا التراكشن كله موجود بهذه الزاوية. ما شاء الله تفاصيلها حلوة كثيرة ومتنوعة. شماسات فيها مرايات وفيها إنارة للسائق وللراكب كنظام سلامة. ما شاء الله السيارة مليئة بأنظمة السلامة. كأنظمة موجودة في السيارة كثيرة متنوعة، خاصة بالشكل الجديد. أبعاد جديدة، مواصفات جديدة، تجهيزات جديدة. ما شاء الله ما كانت موجودة بالموديلات السابقة، لكن ما شاء الله الحين نزلت في هنداي كونا 2024 الشكل الجديد أو الجيل الجديد. فباختصار حبينا نتكلم عنها. بإذن الله إذا نزلت لفرع مكة راح نصورها لكم بشكل كامل، سواء بنسخة الهايبريد أو البنزين أو بإذن الله النسخة الكهربائية. ما علينا، إذا بس نزلت لمكة راح نفصلها لكم تفصيل كامل. والأزيرة كمان شفت نسخة بريميوم هنا، لكن بالسابق صورت نسخة الكلاسيك. فأتمنى التغطية نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. في أمان الله.